من الأشياء اللافتة للانتباه أن الجيل المعاصر الآن الثقافة ديالو ولات ثقافة بصرية، خدامين فينا العينين بالدرجة الأولى، يعني المشاهد بصفة عامة المعروضة بوسائل الإعلام، وهذا علمنا واحد الطبيعة ديال الكسل، كسل. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من بين ما يستعيذ به منه الكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل. فمن أسباب الكسل الخطيرة المدمرة فعلا هو الاستغراق في المشاهدات، يعني التلفزيون، الانترنت، الصور الصحفية، كل شيء، كل ما يسمى صورة. ولما؟ لأن الصورة، ولا أقول يعني الصورة الفاجرة أو الصورة التي تدمر الأخلاق، لا، أتحدث بإطلاق الصورة، حتى ولو كانت الصورة متدينة الصورة مخربة مدمرة. كيف ذلك؟ الله جل وعلا حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال نون والقلم وما يسطرون. أولم يكن جل وعلا عليما سبحانه، وهو العليم بما كان وبما سيكون، بأن الحضارة البشرية سيأتي عليها حين من الدهر تكون لها وسائل أخرى منافسة للكتاب وللورق والقرطاس وللأسطور، بلى، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولكن من بين مقاصد القسم، وقد ورد يعني الكتاب والقرطاس في كتاب الله في غير ما آية وفي غير ما صورة، كم كبير من العبارات التي تدل على ما يسمى اليوم بالنص اللغوي في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن عن المسلمين، نحن حضارة نص، البداية ديال الحضارة ديالنا بالنص المكتوب المقروء. وذلك أنك ماشي، هذه القضية ماشي لا علاقة لها بكون الصورة حلال حرام، هذا الجدل العقيم، لا، ليس هذا المقصود أبدا. نتكلم عن المستوى الثقافي النفسي التربوي، التربوي كما يقولون باللغة المعاصرة بالمعنى البيداغوجي للكلمة. ولذلك قلت الصورة مدمرة. حينما تقرأ الكتاب، كنت صغيرا طفلا أو كهلا أو شيخا أو هارما ما شئت، في أي عمر كنت، واضح جدا أن قارئ الكتاب يشارك الكاتب في تأليف الصورة، لأن الورق من اللي كتبدأ تقرأه ما كيعطيكش الصورة، كيعطيك الصورة الذهنية أنت الذي تصنعها. من اللي كتبدأ تقرأ أي كتاب، بدءا بكتاب الله جل وعلا، بدءا بالقرآن، حينما يحدثك الله جل وعلا عن الجنة والنار وعن الدنيا والآخرة وعن المزارع وعن الثمار وعن كل الأشياء التي هي في الكون، أنت في ذيك اللحظة تصنع صورة بصورة لا إرادية، كتبدا الصور كتكون في الذهن ديالك، فخيالك أنا إذن يشتغل. وهذا من أساليب، من أسباب التربية العظيمة التي تفتق العبقرية. ملي تجيب لنت الصورة بارك الله فيك جاهزة حاضرة، تقتل مخيالي، كتفكر في موضعي، كتخلينيش نفكر، فكتعطيني الأشياء جاهزة، لن أستطيع بعد ذلك أن أبدع ولا أن أنشئ شيئا، ونولي مستهلك على كل المستويات. ولهذا قلت يعني الصورة مدمرة بالمعنى التربوي البيداغوجي للكلمة. فهذا الإسراف، الإسراف، وأتحدث عن الإسراف، هذا حدي، الإسراف في التعامل مع الصور مرض خطير، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا العجز الذي نجده لدى الجيل. من اللي يحل عليه هو مع الصورة النهار كامل 24 ساعة على 24 ساعة وهو مع الصورة؟ كيف تريد لمخيال هذا الطفل أن يتكون؟ كيف تريد منه أن يعبر التعبير السليم وأن يفكر التفكير السليم وهو يتلقى كل شيء جاهزا؟ هذا ميت، والموتى يبعثهم الله. ولذلك أعطيه فرصة لأولادنا ولنفوسنا، نقرأ الكتاب مرة أخرى، نعود إلى نون والقلم وما يسطرون، نعود إلى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خراب المكتبات مؤشر، لما نمشي للمول الكتب والكتب يقول لي الكتب ما بقاوش كيتباع، كيتباع عنده الدي في دي والسي في دي وكل هذه الاشياء، هذا مؤشر خطير. اذا لم يكن الكتاب اذا يباع،
معناه أن الأمة تسير نحو الانحدار. فمن الأشياء الإيجابية أنني نسمع بأن المكتبات فتحت مكتبات جديدة ومطابع الكتاب جديدة، وحينما تسمع أن المكتبة الفلانية غلقت أبوابها والمطبعة الفلانية أعلنت إفلاسها، فهذا مؤشر على أن الأمة أعلنت إفلاسها، ونحن المسؤولون عن هذا. يجب أن نقرأ، يجب أن نعود إلى الكتاب، نجلس مع ولدين، نجلس مع ولدين نعلمه النص العربي، يتعلم من جديد يقرأ السطر ويتعامل مع السطر، مع الكلمة، مع الكلمة. الكلمة مقدسة، الكلمة النظيفة، الكلمة المتوضئة، الكلمة المؤمنة تصنع الحضارة فعلا، وتصنع الإنسان، تصنع الإنسان. ولذلك لما كانش الإنسان من يحمل الدين، وإنما أنزل الله الدين على الإنسان وحملها الإنسان. فلهذا إذن راه خصنا نفكروا كيفاش نحاصروا هذاك التلفزيون، نقلعوا له حقنا اللي اداه لنا، وسائل الإعلام كلها اللي خدامة بالصورة، نديو لها حقنا. لقد انتزعت حياتنا. دخلوا الكتاب لدار الأطفال لنشتري من جديد الكتاب. خلينا نعود نرجعوا للحياة. الإنسان يرجع كما كيمشي للسوق يتقدى الخضرة مطيشة، يتقدى أيضا الكتاب. والصيف مناسبة، ما عندكش برامج دراسية اللي كتقيد لك ولدك واحد تقييد شديد، عندك حرية مطلقة في أن تفعل ما تشاء وأن تقرأ ما تشاء. ولهذا إذا جمعنا الصيف بين هذين الأمرين، تعلم وتعليم القرآن الكريم والرجوع إلى النصوص العربية من جديد، نقرأ الكتاب مرة أخرى، نحيد العقدة النفسية اللي ولت عند الأطفال. راه ولت عندهم عقدة نفسية مع الكتاب، ولا الكتاب بعبع يخيف، الكتاب صار يخيف الأطفال والشباب والطلبة أيضا. لما لا صار الكتاب عنده، تعطيه الكتاب بحالة تعطيه يعني جريمة، تعطيه عقوبة. وقد كان لذة ومتعة عند السلف وعند السابقين، وخير جليس في الزمان رحم الله المتنبي كتابه، وقبل ذلك كتاب الله واضح ناطق صريح بهذا.